يعني انا مش عايز يعني اقول هو الذي يحمل الاخبار او دايما يعني نتوقع منه المزيد من المعلومات والتطمينات بشان مستقبل ولادنا. معانا معالي الدكتور الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. معالي الوزير مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معالي الوزير. طبعا الاسئله لا تنتهي حول استعدادات العام الدراسي القادم، واخرها كان حول شائعه تاجيل الدراسه، الدراسه في موعدها 17 اكتوبر يا فندم. لا ان شاء الله يا فندم، ويمكن دي فرصه بس نقول للناس موضوع الاشاعات ده احنا لازم بقى ايه، ما نشكوش من اللي بيعمل الاشاعه، نشكو من اللي بيقرا ويصدق. فاي حاجه بالحجم والاهميه بتاعه ميعاد تاجيل الدراسه اكيد لازم تطلع من الدوله. فيا ريت اي حد يكتب حاجه زي كده ما نلتفتش اليها خالص طالما ان الدوله ما قالتهاش يعني. فلا، الدراسة في ميعادها يا فندم، والأمور ماشية، ولسه بنتكلم في حضور السيد الرئيس من 48 ساعة، فلا يوجد شيء يدعو لهذا يعني. دكتور طارق، سؤال أو استفسار شخصي ويعبر عن كثيرين، الأونلاين ده إحنا ماشيين في الاتجاه بتاعه للكورونا، ولا هو ده خلاص المسار الطبيعي والمستقبلي للتعليم في العالم كله؟ الدنيا طبعا كلها بتتغير، حضرتك شايف كل حاجة ماشية في الاتجاه الديجيتال أو الرقمي في العالم كله، سواء الطريقة اللي بنحول بيها فلوس، اللي بندفع بيها، اللي بنحجز بيها لوكندات، اللي بنحجز بيها طيارات، عالم كله. فصعب تنشئ جيل لا يستطيع التعامل مع أدوات العصر مبدئيا، دي حاجة. الحاجة التانية انه المزيكا بقت رقمية، الكتب بقت رقمية، الافلام بقت رقمية، فالعالم كله قدامنا رقمي، فدي مش بدعة احنا اخترعناها يعني، بالعكس احنا بنأهل جيل بالادوات الجديدة. ومع ذلك الادوات القديمة لازالت موجودة، لازال موجود الفصول بغض النظر عن كورونا يعني، والمدرسين والكتب وكل حاجة. احنا استثمرنا في محتوى رقمي واضافي اختياري كنوع من زيادة المصادر المتاحة. حضرتك عارف واحنا صغيرين ما كانش عندنا غير مدرس الفصل والكتاب، دلوقتي بقى عندنا مدرس الفصل والكتاب وآلاف ومئات الآلاف من المصادر الأخرى، فدي حاجة خير زيادة يعني، سواء في بنك المعرفة أو في المكتبات المنشقة عنه أو في الأفلام اللي بنحطها أو فمتهيألي لازم الناس لا تخشاها بل تعتبرها إضافة ضخمة جداً وتكلف فلوس كتيرة جدا، وبتعلم الولاد بشكل أفضل كمان، مستوى الجودة التعليمية بيعلى، فدي إضافة بعيدا عن كورونا. معالي الوزير، هي إضافة عظيمة فعلا، ولكن هل يعني حضرتك مش عارف تتفق معايا ولا، الولد في سن من رابعة ابتدائي لتالتة إعدادي، هل هو عارف مصلحته أو عنده دأب للوصول للمعلومة لدرجة أنه يبحث ويفتح النت ويدور؟ هل يعني هل متابعة الأهالي كافية في حاجة زي كده، ولا شايف إن لسه وقت عقبال ما نجني ثمار التجربة دي؟ لا، هو طبعًا إحنا لازم نعلم الولاد فكرة البحث، وده عشان كده بنحطها لهم من بدري جدًا، فكرة التفكير النقدي، التفكير اللي يستطيع إيجاد حلول للمشاكل. إحنا في مصر بنطلع شباب ينفذ اللي يتقال له، إنما هو ما يعرفش يجد حل. صعب عليه ان هو يبتكر لانه عمره ما طلب منه هذا، فاحنا بنحاول دلوقتي نطلب ده في سن صغير، نخلي العقل قادر على انه يجد الحلول، مش ان هو يسمع الحاجه اللي اتقالت له. تغيير فكري عميق جدا، انت عاوز واحد بمهاره شكلها ايه؟ الواحد قادر على الابتكار، قادر انه يجد حلول، العالم كله بيبتكر اهو حوالينا. ففكره انك تخرج حد كل اللي يعرفه انه يسمع الكلام او يسمع اللي حفظه، دي الحقيقه مش مفيده قوي، لان احنا هو مشاكلنا كتير ومحتاجين حلول فعلا. فلازم ندرب الولاد من سن صغير. السؤال بتاع حضرتك، نظام التعليم الجديد مبني بفلسفه انه ما يشوفوش التكنولوجيا قبل رابعه ابتدائي اساسا يعني، علشان يتعلموا يعملوا حاجات بايديهم ويشتغلوا بعيدا عن الكمبيوترز وكده. من رابعه ابتدائي واحنا طالعين في تدرج في ادخال العناصر دي، يعني مش بنستبدل المدرسة بأونلاين، لا، احنا بنديله جرعات متدرجة من رابعة وهو طالع. كورونا بس هي اللي حطت علينا ضغط، ما بقيناش قادرين نروح المدرسة، فهنا
وزن الاونلاين زاد عن ما كان متوقع. لو انتهت الكورونا بكره الصبح، هل هيعود الوضع ولا خلاص هنستمر في الاونلاين بهذا الحجم؟ لا هنستمر في الاونلاين. خلاص بقى امر واقع. طبعا. ده حضرتك مكانه مصر في التعليم ارتفعت عشرات الدرجات بسبب اللي نجحنا فيه في الفتره دي. اللي دول كتير جدا، اليابان اللي هي دوله متقدمه جدا جدا حضرتك عارف طبعا، المدارس اليابانيه الحكوميه قفلت شهرين 60 يوم، ولا كان عندهم اونلاين ولا بدائل، وسابوا الولاد في البيوت. يعني اليابان ما عرفتش توصل لهم باي محتوى اخر. احنا في مصر برغم كل ما نعتقده من ان ده صعب وكده، لا احنا كان عندنا 12 مليون طالب على منصة ادمودو دخلوا، احنا فوجئنا يعني بالعدد اللي دخل، وقال ومليون من اولياء الامور ومليون معلم. حضرتك تتكلم على 14 الف عضو في منصة اتعملت في اسبوعين، فاحنا عندنا القدرة. وبعدين الحاجة اللي احنا بنغلط فيها تقديرنا لذكاء الأولاد. الأولاد أكثر قدرة على التكيف من أولياء الأمور، وبالتالي الخوف اللي عند أولياء الأمور هو اللي مفرمل قدرتنا على إنقاذ الأولاد. يعني إحنا بنحاول طول الوقت نقول لهم مش عشان أنت مش عارف يتهيألك إن ابنك مش هيعرف، لا ابنك هيعرف، ما تحرموش من فرصة، من فرصة إنه يتعلم أحسن ما إحنا تعلمنا. وليه الامر عنده عبء ومتابعه كبير؟ هو هايب التجربه، خايف من التجربه، ومش متعود ان ابنه هيقعد له في البيت 5 ايام وان هو هيفتح جهاز ويبحث من خلاله، فهو هايب التجربه. هنطمنه ازاي؟ هل هيبقى المدرسه بتقود التجربه؟ هل المدرس هيدي له حاجه النهارده يقول له هتعمل لي ريسيرش ده هتجيبه لي بكره معاك على الانترنت، ولا هيترك الامر لولي الامر يتابعه؟ طيب احنا بس عشان الناس تبقى فاهمه صح، مفيش استبدال للمدرسه بالاونلاين. احنا عارفين ان في قطاع كبير جدا ما عندوش اصلا فرصة الوصول للانترنت، فاحنا اقل طبقة في القدرة على وصول الانترنت لازم نعلمها برضو. وبالتالي في مثلا حسب السن والمدرسة، نفترض ان الولد او البنت هيروحوا 3 ايام، اليومين اللي في البيت اضعف الايمان انه يشوف القنوات التعليمية ما دام ما عندوش انترنت، يعني يشوف القنوات اللي هنعمل عليها كل اللي كان هيتدرس في المدرسه. فبس وظيفه الاب والام انه يتاكد انه شاف الحصه. وما اعتقدش محدش ما عندوش تلفزيون، يعني ان دي ابسط حاجه اللي هو، وبنستثمر فيها زي ما حضرتك متخيل وقت وفلوس رهيبه عشان نحط مناهج من رابعه ابتدائي للثانويه العامه. فاحنا كل اللي هنعمله هندي المدرسه هتدي جدول للاولاد والاولياء الامور، في حصص الثلاث ايام اللي في المدرسه، وفي ما يجب فعله في اليومين بتوع البيت. هنقول بحد ادنى يعني يشوف طيب القنوات التعليميه ويعمل الواجب او البحث اللي الاستاذ بيقوله ده اقل حاجه. فده مش اونلاين قوي يعني، ده مجرد بيستبدل بس اللي كان هيشوفه في المدرسه بالحصه على القناه التعليميه. اذا كان يستطيع الوصول للانترنت هيبقى فيه في نفس الجدول انت تقدر كمان تخش على المكتبة الفلانية وتشوف الفيلم الفلاني، او تخش على منصة ادمودو هتلاقينا حاطين لك نماذج استرشادية وهكذا. فالاهالي كل وظيفتها تتابع بس انه ماشي على الجدول، مش تذاكر له يعني. هل المدارس الخاصة يعني مسموح لها في حالة ان الكثافة منخفضة انها تستمر ال5 ايام تعليم مباشر عادي؟ طبعا. بص بندم السؤال ده تكرر كثيرا. احنا عارف بقى نظام اللي حافظ مش فاهم، يعني الاصل في الاشياء ان انا احضر 5 ايام. لما الوزاره تقول عشان كورونا في مدارس فيها كثافات عاليه جدا هنضطر مش بمزاجنا نخليهم يجوا على فترات او كده، ده مش معناه ان ده بقى حق مكتسب. يعني انا بستغرب من السؤال ده. في ام كلمتني النهارده وقالت لي المدرسة طلبهم يجوا 5 ايام وحضرتك قلت 3، كأن المدرسة بتعاقبها. لا بالعكس، لو المدرسة عندها من المساحة وعدد طلاب قليل وفي تباعد، لا يبقى مفيش مشكلة يجوا ال5 ايام. احنا عملناها 3 و2 عشان مشكلة التباعد الاجتماعي. يعني حتى حضرتك سألت بعد الكورونا هيبقى في اونلاين بس هيبقى في حضور كامل في المدرسة.
يعني بعد بعد الكورونا الخمس ايام حضور مع الاونلاين ايضا. انما مش بدل الحضور. تمام. مع الحضور. الا في حاله واحده، حضرتك سمعت الكلام عن موضوع الكثافات اللي هو مستعصي ومتطلب مليارات عشان نحله. ممكن في بعض الاماكن اللي فيها كثافات عاليه نعمل جداول تبادليه ونستخدم اونلاين في يوم او اتنين في البيت عشان نحل الكثافه ساعتها يعني. انما في اجابه على السؤال انه المدارس اللي تستطيع تلتزم بالاجراءات الاحترازيه ويجوا كل ايام يبقى خير، يبقى جميل يعني. اتفضل يا فندم. بقول المدارس اللي عندها القدره تعمل الاجراءات الصحيه وتجيبهم الخمس ايام ده شيء كويس جدا. في الحاله دي الاونلاين ماتيريال دي تبقى ماده اضافيه ليهم. الدروس الخصوصيه طبعا اكيد هي صداع في يعني في راس كل الاسر المصريه، وانا يعني بصفه شخصيه مندهش من الناس اللي العكس بقت بتدافع عن الدروس الخصوصيه. هل موضوع التطبيق ده حضرتك شايف انه ممكن يؤتي ثماره قريبا خلال العام الدراسي الحالي، ولا هياخد وقت في التنفيذ لانه مبهر يعني؟ هو لو تم تطبيقه فهو حاجه جميله. لا، احنا طبقنا 30-40% من اللي حضرتك شفته اوريدي، فاحنا في حاجه على الارض ضخمه جدا يعني. الدروس الخصوصيه يعني احنا احترنا الحقيقه. بص حضرتك، في مصر احنا دايما معترضين، لو سيبناها يشكو الاهالي شكوى فظيعه من الفلوس واحنا بتكلفنا والدروس والحكومه لازم تتصرف. لما نمنع الدروس الخصوصيه يقولوا الحكومه منعت، امال نذاكر منين؟ هو مش عاجبهم الحلين. احنا عملنا حاجه منطقيه، وهي الخدمه التعليميه المطلوبه بنديها لهم. فاللي كنا بنعرضه اول امبارح، احنا مدينكم كل شيء، افلام على القنوات التعليميه تغنيك عن اي شيء اخر، المدرسه فاتحه 3 أو 4 أيام، المكتبات فيديو مستوى مرتفع غير اللي في التلفزيون، وكتب تفاعليه ومكتبه رقميه ومنصة إدمودو وحاجة اسمها اسأل المعلم وبث مباشر من الوزارة. إذا لو أنت هدفك من الدرس أنك تفهم حاجة، أنا مديك 4 أو 5 بدائل تفهم منهم وببلاش. وعملنا مجموعات التقوية في المدرسة على أساس تبقى متشافة من الوزارة، وإحنا اللي منقيين مدرسين وعارفين بيعملوا إيه، وأي فلوس تيجي تتوزع على المدرس المجتهد وتساهم في تصليح المدرسه. اذا مفيش اي سبب منطقي ان انا ابعت ولادي للدروس واستسلم لهذه المافيا. مراكز الدروس الخصوصيه هيستمر اغلاقها الى اجل غير مسمى؟ قانونا أي الاجابه ولكن في الواقع التحايل على هذه الاشياء للاسف كثير. في ناس بتجيب المدرس في البيت وتلم الولاد وتنسى موضوع الاجراءات الاحترازيه كلها، بس هنا اللي بيعمل الاختيار ده ولي الامر. يعني صاحب السنتر مش ماسك له مسدس، هو اللي بيروح له. فلا يلومن الا نفسه بقى، لان احنا قدمنا له البديل. اذا هو في وجود البديل اختار يروح الدرس، مش عاوزين نسمع شكوى منه خالص. يدفع فلوسه بقى زي ما هو عاوز. ايه اللي يضمن لنا يا معالي الوزير ان اباطره الدروس الخصوصيه ما يستمروش بتطبيقات زي زوم؟ يعني انا لو حمنع السنترز، ما هو ممكن يقعد يدي لل 100 طالب و 200 طالب بزوم. هو يا فندم هيعمل كده طول الوقت. المشكله في وعي الناس مش في الراجل اللي بيعمل زوم. الراجل ده لو ما جالوش زباين هيقفل. احنا بنقول لاولياء الامور لو سمحتوا ما تبعتوش ولادكم، الدولة مقدمة لكم الخدمة دي بالكامل ومجانا. فإذا هم برضو هيودوا ولادهم يبقى ده اختيارهم بقى، بس مش تقصير من الدولة. طيب الدولة سيادة الرئيس عملت كل شيء. سيادة الرئيس أعلن أو يعني ألمح إلى تحسينات في دخول أو المدرسين بصفة عامة أو المعلمين في مصر. هل في أخبار سارة؟ هل في حوافز قادمة؟ لأن دايما ده السؤال عن ضعف الراتب. يعني المدرس بيقول أنا هتمنعوني من الدروس الخصوصية، أنا موافق، بس البديل إيه؟ لا، قبل اللي قاله السيد الرئيس مشكورا، إحنا أوريدي قلنا إن السنة الجاية هيبقى فيه نماذج اقتصادية متنوعة. الوزارة هتشرك السادة المعلمين. حضرتك سامعني ولا في سامع حضرتك يا فندم؟ سامع كويس.
هو السادة المعلمين هيشتركوا معانا في تسجيل الفيديوهات اللي بنتكلم عليها على القنوات التعليمية مقابل مادي محترم، وهيسجلوا معانا مكتبات الفيديو، وهنجيب بعضهم يشترك معانا في الكتب التفاعلية، هيبقى ليهم دور ونصيب من أي دخل. دي جزء. الجزء الثاني مجموعات التقوية اللي هترجع بقرار وزاري منظم ليهم فيها نصيب الأسد، حوالي 3/4 الدخل اللي جاي منها هيروح للمعلم، والباقي هيروح للمدرسة، مش لإدارة التعليمية، هيروح للمدرسة لتحسين المدرسة. ده نموذج يفيدنا كلنا. فبالتالي المدرس المجتهد دلوقتي يقدر يكمل دخله بطرق قانونية الوزارة فتحتها له تغنيه عن اللي كنا بنعمله زمان. عشان كده بقول لحضرتك دي حاجة لازم نتعاون فيها. المعلمين المحترمين هيشتغلوا بالطريقة الجديدة القانونية، والأهالي يبعتوا أولادهم وهم مطمئنين عليهم لمجموعات تقوية اللي جوه المدرسة تحت إشرافنا، وإذا كان ليها تكلفة فستكون أقل بكتير من أي فلوس كانوا بيدفعوها في الدروس، وحتى الفلوس اللي بيدفعوها هتروح لمصلحتهم هم، لتصليح المدرسة بتاعتهم ولتحسين أحوال المعلم بتاعهم، فهي مفيدة للجميع. وبالتالي موضوع الدروس لازم كلنا نقرر ان هو يختفي، مش الوزارة بس، لان اللي تعبنا في موضوع الدروس اولياء الامور، هما اللي بيودوا الولاد الدروس، كانوا بيقولوا عشان ما فيش بديل اخر، طب دلوقتي بقى فيه، فنوديه بقى للبديل كده ونشوف اذا كان. فنعتقد السنة الجاية هيبقى فيها تغير كبير في الموضوع ده. التعليم الثانوي السنة الجاية مفيش كتب، دي برضو عاملة يعني مفاجأة لأولياء الأمور. هو متعود الولد يروح يستلم طن كتب يروح بيه، وغير بقى ملازم الدروس، غير الكلام ده. هل يعني الأمر خلاص استتب وفعلا هيبقى الآيباد هو الأساس ومفيش ورقيات خالص؟ طبعا هو واخد طن، مش كتب، واخد آيباد ب 5000 جنيه، نمرة واحد، واخد محتوى رقمي قد آلاف الكتب اللي كان بياخدها، واخد نفس الكتاب في صورة رقمية تفاعلية، فهو واخد أكتر بكتير من الكتاب الرقمي اللي بنتكلم عليه اللي كانوا ما بيفتحوهوش، وكانوا بيروحوا يجيبوا الكتب الخارجية. صح؟ صح. احنا بندلهم كتب تفاعلية متكلفة كتير جداً، وكتب مع الناس اللي كانت بتعمل لهم الكتب الخارجية جبناهم علشان يشتغلوا معانا، ونديهم كل ده من غير ما يشيلوه على ظهرهم ولا حاجة. هم هياخدوا أكتر كتير من الكتاب الورقي، يعني ده مفيش أي حاجة ناقصة عندهم إطلاقا. بس مش معقول الدولة تستثمر مليارات في الأجهزة اللي في إيديهم وفي المحتوى الرقمي، وبعدين نصرف مليارات على طباعة الكتب، كده يبقى إهدار مال عام بقى بنعملها مرتين. حضرتك اتكلمت عن نظام التحسين، والناس عندنا في التحسين يعني هيبقى في اعتقاد انه سباق لا ينتهي، ان هو يجيب افضل و105% و110% وتجربه التحسين القديمه لسه في اذهان البعض. هل التحسين المره دي احنا ما جبناش سيره التجربه القديمه ولا علاقه للي قلناه بالتجربة؟ لا، نفسيا الناس مرتبطه بفكره التحسين القديم، يعني انا فاهم، عشان كده بحاول اصلحها. تعالى ما نستخدمش كلمة التحسين أساسا في وصف الموضوع. إحنا اللي هيحصل السنة الجاية لا يقترب من الفكرة القديمة خالص، بالعكس، وأكبر مجموع مش هيبقى 105، أكبر مجموع هيبقى في الثمانينات مش في 105. فكرة الرقم المجموع دي طريقة في التقييم. إحنا بنحاول نعمل العكس يا فندم، بنحاول ما نتكلمش على الدرجات، وما نتكلمش عن نص نمرة وربع نمرة والسبق، بنحاول نقتل السبق اللي حضرتك بتتكلم عليه، مش نكتره. هم بس فاهمين غلط، هم خايفين منه. بالعكس، مش مهم خالص الرقم المطلق، المهم أنا فين من زمايلي، لأن التنسيق في الجامعة بياخد من الأعلى للأقل، مش مهم بقى الرقم الاعلى ده كام، ده اكيد. لكن هو الناس حاسه ان هي هيبقى عندها عبء، لو هنفترض بقى الناس اللي لسه متمسكه بالدروس يقول لك انا هاخد دروس في اول مره وفي تاني مره، يعني هو حاسبها بالطريقه دي. وده غلط، احنا حاسبينها ان احنا جايين نتعلم مش جايين ناخد نمر. الفكره الامتحان الجديد بطريقه الاسئله الجديده بيقيس مستوى الفهم مش اي حاجه تانيه، وعشان كده بنقول الدروس القديمة اللي كانت بتحفظه أشياء بعينها لم تعد مفيدة،
فما تضيعوش وقتكم وفلوسكم فيها. احنا هندخلك بالكتاب وكله بما يوحي بانه انا مش بقول لك عد لي حاجه مكتوب عندك. انا بسالك سؤال يقتضي انك تكون فاهم الموضوع. ادينا لك كل المصادر اللي تساعدك على كده وهنقيس درجه الفهم. هذه الامتحانات بتطلع نمر توزيعها مختلف وده جربناه في اولى وثانيه ثانوي. يعني ممكن الاول على الدفعه يبقى جايب ب 12 من 20 في ماده وده الاول. فهي مش مساله، ما فيش حاجه اسمها قفلت الامتحان يعني، بس في مستوى نسبي. طب ليه يا فندم ما نريحش ما نريحش الناس ونعمل مواد مؤهله للجامعات او يبقى دخول الجامعه ليه امتحان اخر والنجاح مش او يعني ما يبقاش المجموع هو الصراع المحموم اللي احنا فيه بقالنا سنين ده؟ هل دي لم تطرح؟ لا طرحت طبعا، ولكن زي ما حضرتك شايف تقبل الافكار هنا بياخد وقت، والشك في كل شيء هو الحاكم للامور. ولكن احنا ماشيين في الطريق ده بالظبط، وعشان كده بداياته هي تغيير نظام الامتحان، دي اول حاجه. تاني حاجه اتاحه فرص اكتر زي ما هو بيتعمل في الامتحانات الاجنبيه. حضرتك لو خدت امتحان التويفل بتاع اللغه الانجليزيه او البريتش كاونسل بتروح تمتحن وتاخد نمره، ممكن ما تعجبكش فبتاخد كورسات وترجع بعد شهرين ثلاثه تمتحن تاني، بتقول انا مستواي في الانجليزي ارتفع. ده كل المطلوب، ان المستوى في الماده يرتفع فعلا. بمناسبه الشهادات الاجنبيه، هل الامريكان دبلوما والشهاده الامريكيه استقر الامر مع الاي سي تي وخلاص خدنا طريقنا بعيدا عن السات، ولا دي مرحله مؤقته لحين العوده للسات؟ لا، السات والاي سي تي امتحانات دوليه موجوده في مصر وبره مصر وهتظل موجوده وليها معترف بيها في الجامعات الاجنبيه. ودي مش تبعنا، مش تبع الدوله المصريه يعني. فاحنا بس اعتمدنا الاي سي تي اللي هو موجود خارج مصر لاولادنا اللي عاوزين يخشوا مدارس حكوميه يقدروا ياخدوه، لان السات رافض انه يكمل في مصر لفتره معينه. ولكن اللي اعلناه قدام السيد الرئيس من يومين ان الوزاره قررت تعمل امتحان مصري يقيس مستوى تحصيل طلاب الدبلومه الامريكيه شبيه بالسات، ولكنه ما هوش كوبي منه لان ده حقوقه مش بتاعتنا. والامتحان ده ان شاء الله هيبقى متاح ليهم قريب جدا، يحررنا من الاعتماد على الجهات الاجنبيه. هل هيبقى ملزم لدخول الجامعات المصريه؟ لا، هيبقى الجامعه المصريه لو انت جاي لها بالامتحان نتيجه الامتحان المصري او السات او الاي سي تي، اي واحد في دول هيؤخذ بيه. يعني ده ممكن يسحب البساط من السات والاي سي تي ويبقى عندي شهاده امريكيه او تعادلها مصريه. هو انت عندك فعلا، واحنا بنتكلم احنا بنحط جدول الامتحان دلوقتي. طب ده خبر عظيم يا فندم ان احنا نتحرر من فكره الشهاده اللي جايه من خارج مصر والعلاقه الغريبه بين او البروتوكول بين المدارس الدوليه وبين جهات اجنبيه دون المرور على التربيه والتعليم. هل الوضع ده طبيعي؟ لا، الوضع ده مش طبيعي وبنحاول نقننه، والامتحان ده اول خطوه في هذا. وعشان بس حضرتك تبقى عارف، صناعه امتحان بهذا المستوى وبهذه الحرفيه شيء صعب جدا، ولولا ان الوزاره استثمرت سنتين ثلاثه في هذا الموضوع ما كناش قدرنا نعمله في اقل من شهر. وفي ناس طبعا بتجتهد وتثير اشاعات، ويعني انتوا عرفتوا تعملوه والباقيين خدوا سنين. الإجابة أيوه عرفنا نعمله، ونشوف بنفسنا بعينينا قبل نهاية شهر 9. هيسمح بدخول الجامعات خارج مصر بيه ولا لسه الاعتماد ده لاحقا؟ لا، ده عاوز وقت بقى، احنا دلوقتي عاملينه وهيعرض على المجلس الأعلى للجامعات خطوات كثيرة جدا عشان يعتمد في الجامعات الحكومية. الحكومية ولا الجامعات اللي جوه مصر عامة؟ اللي داخل جمهورية مصر العربية، اللي بتخضع لما يقوله المجلس الاعلى للجامعات. خبر عظيم. خارج جمهوريه مصر العربيه الامتحان هنعمل له اعتماد دولي، بس ده محتاج وقت بقى وجهات اخرى، فمش هنقدر نعمله في شهر. انما الامتحان تكون وبنوك الاسئله بتاعته تكونت، هنقدر نعمل جوله او جولتين قريبين لخدمه ولادنا اللي اتزنقوا بسبب كورونا. خبر عظيم. ولكن هل ده يرتبط بالشهاده الانجليزيه الاي جي ولا ده مرتبط بالشهاده الامريكيه فقط؟ ده الامريكاني، كل نظام من دول مختلف تماما. بس لازم الناس تبقى فاهمه انه كان الدوله عندها حلين. في حل نقول ملناش دعوه وده حل قانوني، احنا فعلا ملناش دعوه.
يعني اللي دخل ابنه مدرسة أمريكية لازم يكون فاهم كده، إن الامتحان ده مش تبع مصر أساسا. وبالتالي لو كنا قلنا لا أنا وزير التربية والتعليم مسؤول عن الشهادة المصرية، ومع ذلك استجبنا لده من باب خدمة ولادنا المصريين اللي عندهم مشكلة. بس ده جهد تطوعي من الدولة وبيكلف فلوس كتير جدا طبعا. فالاي سي تي اتعمل واعتمد من عندنا ومن مجلس الجامعات، طيب كويس. وكمان عملنا امتحان مصري يعني اجتهاد اضافي. الغريب بقى انك تسمع ناس بتتطاول وتتريق، ويعني انتوا عرفتوا تعملوه ازاي؟ طب اصله معتمد بره وجوه. لا يعني ده اقصى شيء ممكن حد يقدمه في هذا الزمن القصير يعني. والله يا فندم هو تجربتنا في الثانويه العامه السنه دي اعتقد ان هي يعني اسكتت او يعني اخرست الالسنه كثيرا عن يعني عرفنا نعدي، عرفنا نعمل حاجه في ظل في عز الكورونا، ودي كان عمل عظيم. يمكن يعني عايز اقول ايه، كان محرج لناس كتير قوي من دعاه الكابه وجلد الذات يعني. والله مش بس كده، هو السؤال دلوقتي المنطقي، هو احنا لو ما كناش عملناها زي ما كان الكثير ينادوا كنا هنعمل ايه النهارده؟ ده احنا لسه في المرحله الثالثه من التنسيق اهو. تخيل لو كنا اجلناه شهرين كانوا كل ولادنا مش هيبقوا مؤهلين لاي شيء. طبعا وكان عندنا دفعتين مع بعض، يعني دفعه تستنى بقى تقعد في البيت. فيعني احنا انقذنا نفسنا من ويلات اكبر كتير بان احنا عملناه الحقيقه، وبنحاول نخدم الشهادات الاجنبيه كمان سواء البريطانيه او الامريكيه زي ما بحكي لحضرتك. فاعتقد انه في المجمل يعني مصر حققت كتير السنه دي كدوله، وتصنيفنا ارتفع، والدول بتتسابق والله عشان تعرف احنا عملنا ايه. والامتحان اللي عاملينه في مصر ده للدبلومه الامريكيه في دول طالبه مننا اوريدي. هي يعني خبر عظيم ومشرف لينا. وكلمه اخيره لولي الامر وكلمه اخيره للطلبه المصريين قبل الدخول في العام الدراسي القادم يا فندم. اقول لهم يا جماعه يعني تعالوا نتفق مع بعض، تطوير التعليم المصري ما هواش ان انا اسهل ازاي اجيب نمره بدون ما اتعلم. تطوير التعليم المصري ان احنا كلنا نخلص للتعلم، وما يبقاش هدفنا الدرجات. درجات هتيجي لما نكون اتعلمت مظبوط، بس ما تردوش لولادكم بنمرة من غير تعليم، ما تردوش لولادكم بده. واحنا حريصين، وسمعتوا من السيد الرئيس قد ايه هو مهتم بهذا، والدولة عازمة على انها تعلم الاجيال الجاية عشان نطلع فخورين بولادنا. وثقوا في الولاد، الولاد قادرين تماما، ما تحاولوش تطلعوه بنسخ منكم او مننا، لان اللي هم هيعيشوا فيه الزمن اللي هيعيشوا فيه محتاج مهاره غير بتاعتنا. فادونا فرصه نديهم المهاره الجديده، ما تقيسوش على القديم يعني. احنا بنعمل حاجه جديده وان شاء الله هننجح فيها، وفي اجيال لحد ثالثه ابتدائي بتتعلم بنظام جديد تماما منتظرينهم. والتركيز كله على الثانوي، بس الجديد في الاطفال من كي جي 1 لثالثه ابتدائي، وبنسرع فيه كمان. فان شاء الله المستقبل يبقى احسن، بس لازم نتفهم ان احنا بندور دلوقتي على التعلم مش على التحايل على التعلم من اجل الدرجات. وبنثمن قرار بنثمن يعني قرار التربيه الرياضيه يا فندم، بنثمن قرار التربيه الرياضيه ودخولها في المجموع، لان طبعا بقت حاجه اساسيه. ودايما سياده الرئيس بيدعو لفكره الصحه البدنيه او حريصين عليها. هل حصص التربيه الرياضيه مستمره في ظل الكورونا؟ يعني ان شاء الله هنعمل برنامج هنعلن عنه قريب، بس ما يكتمل مع وزاره الشباب والجهاز الرياضي للقوات المسلحه ازاي نخلق تربيه رياضيه حقيقيه. كل هدفنا منها هو ان الولاد تبقى صحتهم احسن ولياقتهم احسن وتغذيتهم احسن. زي ما بنستثمر في العقول عاوزين نستثمر ان جسمهم كمان يبقى معد، ما عندهمش مشاكل من قلة التغذية أو قلة الرياضة. فالسؤال يا ريت ما يبقاش هي داخلة في المجموع، هي جاية في الامتحان، سواء كنا بنتكلم على التربية الرياضية أو على القيم والأخلاق. يا جماعة احنا مش بنتعلم عشان الامتحان، احنا بنتعلم قيم واحترام عشان نبقى أحسن، وبنتعلم رياضة عشان جسمنا يبقى أحسن مش عشان النمرة. فلازم نبقى احنا عاوزين نتعلم، مش لو ما كانتش داخله في المجموع هنسيبها. لا، ده اللي بحاول الرساله لاولياء الامور
بليز علموا ولادكم يحبوا يتعلموا. معالي الوزير الدكتور طارق شوقي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك، وخاصة على البرزنتيشن الأخير المبهر الرائع اللي تم قدام الشاشات كلها، ونتمنى أن يتم تحقيق ويعني كل شفناه في أقصى سرعة، وبنشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا شكرا يا فندم.